نمان مرتي الشرف تلك نشوكته غلدي سوق من قاب الشمع أقويها إنك إسويمي وإذا السلام يا سلام عليك ورحمة الله وبركاته سلام قيم بدن كذب موضوع ما أنت عن هل كانوا دوري وحي هي دولة مدى دولة مدى بهذا نو قبلنا وينوجنه مرك موضوع عصمة كلمة كورنا إياه وحن شعلة هنا كلمة كيرة هذا دولة مدى سيان برشدة أدرين سيو أهمية نظام كدولة مدى أولي هي جودهان بني آدم ك وحنا نقول تلاقى لي إن صور كبحيو فانهان برتا إنه كتشوجنا دولة مدى مرك عاد يكتب بقولي أفرتن صنو oo 7 iyo 6 sano oo kamid ah gumaysuhu dalkeena xukumeeyay iyo 64 sano oo aynu xor ahayn waxay u muuqataa in aan badankeenu wali fahmin macnaha dawladnimada taasina waxa ka dhalatay in aynu ku rafaadnay raadinteedii dhismaha iyo ilaalinteedaba ilaalinta nidaamka dawladnimo sidaas darteed ayaan lagama maarmaan ugu arkay بل إن عن برتاس بلشده وحقيف تيميو أهمية هي سويالك دولتنيم سويالك تاريخ جد سعودك دولتنيمو سيدا كور هيسان وحلي هذا the evolution of the of state of the state وامد فعوي أو تاريخي هندو أي كشيعين إن لقدر حلي البحنموين كيو هراء الدنيا السيدا مستبتانية وحوي يمشي لي هذا مصر غريقة چینها، آمریکینها، یا اندسپالی. سیداس درتید آیا وحیسکویدینت؟ سیداس درتید آیا وحیسکویدینت اصل که دولت نمی قیبیه دکل دوون دودا در در لوگا گلای. آن دگال کسی می‌یی اقنویه هنو حل ریالی فلسفیو بام باحی دولت نمده. او آنکه حسی کرو توماس هوبس. أرسطوتل ابن خلدون بلاتو يقار كلو بدن كستباها هاته كهر انتي عن بني آدميو نظام كدولد نمو سميسن وحو كوچيري مرحلة افكا غلاد اما افكا سياسة دلوغوية لهدو ناتشرال استيت او دادكو حيركا كاينتا كودا غمو او اسكو ديلان اسكو بوبان اسكو نقو ميستان سيدي وكال اوود بدنيه نولاشر نو عنا ايان بني آدميو وح نظام إيه كلا دمبين لهين وح كلا دمبين لهين وح كذا شيء إن عمري قدتكو على لسان وصدن صنو نقضه تاسي أو تاريخي هندو سببه قد جين أو هذا شو اقتدى إيه إن بتجلي على أنت سيدا درتيد أيانا إن له لوح نان دولديد ولا جم مرمان ويه هيان كن نظام كدولد نمو وح لقد يهان كرا إن أركتدا بنا آدميو كو آدن نظام كدولة نمو كورين كو شرتي أو مركز تاعي أو مركز تاع وحيس كبدلي وحنا كبع فهم كاس سببه أها وقال كبنا آدميو أهمية نظام كدولة نمو ما دامو بنا آدميو أنو كم دهين أبور كعلي كلي كلي ده أنو لانكرا وحلاقة مارمانة وده شركة يمد نمدو ده تاسنا وحي أباهن تهي إن بنا آدمي وسميستو نظام دولديد كشقية دنهودة فلسوف كارستوتل مرو كور رمي كجور رمي سلسلة دي سبوكتا بوكتي سلا يهدو بوليتيكس قارهان بوكيسا بوليتيكس بوك وان سيدا آني بنا آدمي نظام كدولة نبا أقوى مارمي كرين وحوليه مان is political animal يعني بناء دتكو أما دتكو أما بناء آدمكو وحيوان أنك مارمن سياسة أما ماموليه جامن. سيدا وكله وحاسنا أركتيدن سلم إذا أما كحال له. وجهد لي أبوان كأني وينا محمد إبراهيم ورسمه تراوي أو يدي أركتيدن مذا يسيو دنا أورك قانجار. يعني دتكو أورك هي وذا شركة أيو قانجار يو هرمركو قاري كلا. هذا بقى بناء آدمي مركيو جرواق صدي. إن أنا دولتني ما كان مارمين وحوتي شابي حد بنوع دولتني ما وحل لقاس واركي إن كوه بانت هاي إن كستو آسيا بكل دوان لا عبري جديد دولتني ما علم أهان سينسي هندا سياسة وحي أقيبيان إلا لح قيباد أو كلا دولتي قبيلك كردسنا أما the tribal state دولتي برجع شينها iyo wixii la halmaala Oriental Empire waxa la oran jiray dawladihii magaalada ku koobnaa
Greek أما Greek cities تيجي حيل أورينشري بقرطوية دي رومانك the Roman Empire دولة دي قفطالس كها أما دولة دي قفطالس كده بودل ستي دولة ده بولشو دارته the nation state نوع ندم كدولة دي بولشو قاعدنا يسوع وحشان جويسا أركتيا سياسة ديد أوصف فلسفة ديسن وجوابته سؤال سيدي أقول لك أن أمد سياسة دهان أن أولانك بيو غرورة وميل قدن بيسوغو تغاني بس كحمالكي دولة نمدة وحيسك ويدي أركسيوه دي وحاقو قطر ديرا أركتي ده توماس هوبس إعاهاي دولة نمدو إنه تهي هشيس بلشو social contract theory وهشيس أودها مدية أودها مدينة يو يسوكينية سلمر كانك لحديدية وحانا موقتا إن أصلاحان دولة نمدو تهي تاد أدق أو كلمارينية لولنك إيا هيدنك ودحايا الددك سي إسكو سي آني يسو بربورين وايو واي أرق نمدا لغا برتاي أرنتا أيا در تيد لو سمي حيرار كلا حكمية دولة ده أما الدولة دي بلشدة كلا حكمية أما الدولة ده ودحايا أو وحوي يكوم عاملان حلال إيا قيم iyah baamus ay isku ixtiraamaan baa loo sameeyay nabad iyo horumar ayaana baahida dawladnimo ee loo qabo ugu mudan yani waxyaala badan ba jira laakiin waa waxyaala ah nuxurka uun baan tilmaamay horumarka ummadii kuma xidna horumarka ummadii kuma xidna qadarka khayraadka dabiiciga ah ee ay leedahay wuxuu ku xidhan yahay nooca nidaamka dawladnimo ee ay ummadaasi leedahay waxaanan muunad u soo qaadan kara isbarbardhiga Singapore oo haba yaraatee wax khayraad ah aan lahayn haddana dadkeedu ku nool yihiin nolol heer sare ah oo dad arki karto iyo Soomaalida oo nooc kasta oo khayraad dabiici ah leh haddana dadkoodu u dhimanaya gaajo nabadgelyo darro abaaro daadad iyagoo ka haraadan biyaha fatahaya iyagoo ka haraadan sareedada iyo horumarka reer Yurub wuxuu taariikh ahaan marka la raad guro salka ku haya heshiiskii la magacbaxay Westphalia Treaty ee sanadkii 1648 ka qabsomay magaalada Westphalia waxaanu heshiiskani soo afjaray dagaalo dhowr ah oo dhexdooda ka socday waxaana ugu weynaa dagaalkii 30 sano The 30 Years War waqtigaas wixii ka dambeeyay waxa reer Yurub soo afmeereen qulqulatooyinkii iyo dagaaladii dhexdooda iyaga oo taasi beddelkeeda afarta jiho u kala kacay si ay ummadaha kale murti muruq iyo maal wixii suurtagal ah uga soo qaataan fahanka ilbaxnimada dawladnimo ee casriga ah ee reer Yurubna heshiiska ayaa gogol dhig u ahaa taas oo ay daba socdeen waqtiga ay ugu yeeraan enlightenment period ama ee aha 1685 ilaa 1815kii iyo kacdoonada isbeddel ka dambeeyay dawladnimada waxa saldhig u ah isu taga iyo wada jirka ay bulsho ku heshiiso nidaam kuna doorato oo ku midowdo hoggaan wanaagsan ama xulah qiyamka ku qotoma aqoon siyaasad ama qorshe waqtiyaysan iyo shuruuc la dabaxayo oo la ixtiraamayo waxyaalaha aan u baahanahay waa badan yihiin ee waxaan waqtigan muhiim u arkaa in aan dadkayga ku baraarujiyo laba qodob oo aan filayo inay fahamkooda dawladnimo kobcinayaan kuwaas oo kala ah koow waa lahaanshaha qofku yeesho dareen wacyi siyaasadeed political consciousness waxa la yiraahdo oo uu ku kala soocayo ama ku kala soconayo sida siyaasadu oo uu kula soconayo dhe oo uu kula soconayo sida siyaasadu macna ahaan noloshiisa ula falgasho ama saameynta ugu yeelato taasi oo sababta in qofku go'aanadiisa kala doorashada aragtiyaha iyo xisaabta siyaasadda ku dhiso mabaadiida danaha umadeed iyo xogagaalnimada soo jireenka ama waayaha ku xeeran laba waa dareenka bulsho ee dani midayso isla markaana wadaaga nidaam dawladeed oo ay wada leeyihiin kana shaqeeya dantooda guud
وpolitical community وحي هذا مهمنا ما هين بلشدني كم يدودو مهمنا ماها إن بلشدو كم يدودو أركت السياسة ديت أما حسب السياسة ديت كلية حصية شيء حصية شيء وحلقة من مارمانة إن أيكو برارقسيهين إن أمدهان شريتان كود يهرمر كود كحرني هاي نظام كدولة دمو هذا بقى دولة دمو دي بلشدة كلام مارين لحي حدية أي دتك حاليس كل نقطة أو أي مشكلة أهدوي هل كي يعني وحقبة تلدوني وحنا وحلا لي أبا وأفريكا عن كل نقطة صومالي لان يدقان ذا كلا صومالي ذا يجنا كم وضع إن دولة دي أي بلشدة وحيا لا كل نقطة أو إن تو ذا بدن دبوا يعني أنا واحد دافع كوكبين إن حيرك يشروع ذو النقطان قرال مال إسكيالة صبوا لماذا baahdo oo masuulkii loogu talagalay inuu bulshada u adeego oo dhibaato u horseedo iska horkeeno ama dhufays ka dhigto reernimada iyo kooxaysiga iyo diktatooriyada uu maamulka ku adkaysanayo tusaale nool waxa uu ah intii aynu soo joognay iyo halka wax ku dambeeyay maxaa uga eeg maanta halka Soomaaliland marayso Allaah sahab intuu dubur hawd ka xulo intuu bahalaha duugsado ayuu misna doonaya دوغا غوين انا قنين هتراوي با هادلكا حكمدا كتغي ددكا سومالان وحان ليه جوي دورشا ايا لا غلا وانا مالنتيني دولد وا ايدينكا مسؤولينتا وحا لو دورتا اني ايدين اديغان ايماها نبي ا روميسين يا اوليو اد كبركيسنسان قف كاستا كو قيمهي وحو ايدين قبطو وخي ا ودرتين وحا ويدي كقبطو وحانا موادين كاستا ان كوتسنيا إن أنا عودكي سخسارين عودكينا أغلبية كبحية أو أديدا كوا إذن هكرا ده سيئو قادان خلادات كودا أو آد أقبت بادسان دولد نمدا دورتا كوا آد كبدا ليسان سيئو قوان توبان وحي كوا هورا سمايين أو أي أقوه قان سمان أو أي أقوه قام سمان ربيتان كينا ونو نقوتو فرين عد أو كسعو تمدحد عصب مستقبل وما هاتنتي